أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله. سلام أبو غازي. الظاهر حلقتنا اليوم فيها معلومات يعني نادرة والله جدا. والله صدق هذا يعني فعلا يعني خبر جميل. نعم، جديدة الملاعب، تاريخ 15 يوليو عام 1972. بعض اللاعبين، لاعبين كرة القدم الكويتيين، كانوا صيفين في القاهرة. ونادي الترسانة المصري كان استعد لبطولة، يعني من هؤلاء اللاعبين يعني لاعبين دوليين، يعني أنا يمكن أشوف منهم مرزوق سعيد ومحمد عبد الله لاعب نادي الكويت ولاعبين آخرين. راح نعرض عبد الله لاعب الكويت ولا لاعب التضامن، حارس مرمى التضامن؟ لا أعتقد لاعب نادي الكويت، لا ما خاب ظني يعني محمد عبد الله. إيه هذا نقرأ أسماءهم طبعًا. اللاعبين كان محمد عبد الله نادي الكويت، وحسن يوسف نادي السالمية، مرزوق سعيد نادي العربي، وحسن الجاسر نادي السالمية، جواد عاشور نادي العربي، حسين الجاسر. اي نعم، وجواد عاشور نادي العربي، سعد فرحان نادي اليرموك، وحسين العسعوسي نادي العربي، لافي بخيت نادي السالمية. طبعا كاتبين القادسية كمل. اي وحسن شحاتة نادي كاظمة، طه بصري نادي العربي، عبد العزيز العميري نادي العربي، وانضم مؤخرا ابراهيم دريهم نادي الكويت. طبعا ويتدرب لاعبون المصيفين في استاد التنس بالقاهره، لكن بس في خطا واحد اللي هو لافي بخيت، هو لاعب نادي القادسيه. نعم طبعا هيني خطا مطبعي. لعبوا مع فريق نادي الترسانه، يعني لاعبين دوليين، هذين لاعبين دوليين مصيفين في نعم القاهره. اي والصيفيه قالوا يبغى خلينا نلعب مباراه مع نادي الترسانه. الترسانه يستعد لعده لقاءات مع فرق في المملكه العربيه السعوديه، كذلك يستعد للقاء طبعا، والاهلي القاهري يستعد كذلك للقاء فريق ليدز الانجليزي. فلعب مع اللاعبين الكويتين، انتهت المباراه لصالح الترسانه 9-3. 9-3 فازوا طبعا بدون اعداد لعيبتنا. نعم. وبدون مدرب وبدون لعبوا مباراه مع، لكن زي منهم حرزوا 3 اهداف. نعم. وخسرنا بنتيجه 9-3. نعم. في اللقاء اللي جري في القاهره. نعم، هذه طبعا صور بعض اللاعبين اخوي فهد اللي شاركوا باللقاء، لاعبين يعني المصيفين في القاهره. صحيح. لاعبين الكويتيين طبعا، ويعني هني عندنا طبعا سجل طبعا دي، خلينا نقول يعني هذا كان طبعا انتهت المباراه فوز ترسانه 9، سجل للترسانه طبعا مصطفى رياض وكذا 4 اهداف بروحه مصطفى رياض سجل لنادي ترسانه، سجل الهدف الاول للاعبين احنا هذا اللي يهمنا طبعا في لافي بخيت، والهدف الثاني جواد عاشور اللي سجل بعد كذلك جواد عاشور الهدف الثالث من ضربة جزاء، يعني لافي بخيت وقولين لجواد عاشور. طبعا خبر يعني يستحق ان احنا نذكره، يعني نتكلم عن مجموعه من اللاعبين رايحين مصيفين في القاهره في تلك الفتره في سنه 1972، كونوا لهم فريق وقابلوا فريق الترسانه، تدربوا في ملعب التنس في القاهره، وقابلوا فريق الترسانه طبعا بدون مدرب بدون اي شيء، حتى التوليفه يعني ما كانت يمكن مو مره يعني ما في ترهيم بالتوليفه. نعم. يمكن في لعيبه لعبوهم دفاع ولعيبه لعبوهم نص ولعيبه، وخسروا من فريق الترسانه بنتيجه 9-3. فريق الترسانه كان مهيئ انه يشارك في بطوله في السعوديه اعتقد، او نعم يعني جوله. نعم. في السعوديه. نعم جوله في السعوديه يعني هذا يبين لك ان لعيبتنا كانوا على قدر عالي ومستوى عالي من الفن، وايضا مشاركه لاعبين طه بصري وحسن حسن شحاته. نعم. شارك مع لعيبتنا. نعم طبعا اختتمت كذلك دورة القادسية بمهرجان فني، يعني هذه دورة لنادي القادسية في عام 1972، يعني صور هذه بطولات صيفية يسوونها، بطولات صيفية طبعا، سداسيات وسواعيات. نعم. نعم يعني هذه كانت أولى مباريات جرت بين فريق الأحمر والأبيض نهائي الأشبال، فالحقيقة فعلا صور جميلة يعني، وهذه الصور هي اللي تكتشف النجوم يعني اليدد. صحيح. والمهارات الناشئين. نطلع فاصل بغازي إن شاء الله وبعدين نكمل لقاءنا. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع من بعده نكمل اللقاء، لا تبعدون، فاصل وراجع لكم. أعزائي
اعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت لقائنا لهذه الليله. طبعا احنا وين واصلين مغازي حقيقه، هذا يعني خبر جميل يعني في الجريده، وهي طبعا وهو اغناء طه بصري وحسن شحاته بترك الكويت، عرض 1000 جنيه زائد مرتب شهري 100 جنيه لكل منهما. هذا مصر عارضين لهم. نعم شوف يعني هذا الخبر يعني يبونهم يرجعون مره ثانيه. طبعا في تلك الفتره تكون 1000 جنيه ومرتب شهري 100 جنيه. طبعا كان طه بصري في النادي العربي وحسن شحاته في نادي كاظمه. طبعا واثنيتهم ردوا لعبوا بالزمان. نعم. طبعا غادر الكويت طه بصري لاعب نادي العربي، وكذلك زميله حسن شحاته لاعب نادي كاظمه، وتدرب اللاعبان مع فريق الزمالك. هذا متى؟ 1972. هذا طبعا العدد نقول في يوليو 15 يوليو عشان نكون واضح لي يعني الباحثين المهتمين يعرفون متى غادروا. لا هم غادروا ب 73. اي لا انا اقصد يعني العرض يعني متى غادروا للعرض يعني مفاوضات. طبعا وكانت مفاجاه ساره بالنسبه للجمهور الكبير اللي حضر تدريب، شوف تدريب الزمالك توقع كم؟ 5000 واحد. هذا بس تمرين. 5000 واحد حاضرين تمرين الزمالك. طالبه الجماهير طالبه الجمهور المستشار توفيق الخشن العمل على ابقاء طه بصري وحسن شحاته في القاهره عشان يلعبون مع الزمالك. وعدهم طبعا المستشار رئيس الزمالك بتحقيق هذه الرغبه الجماهيريه، رغبه الجماهير الزملكاويه. يعني وكما طالب الجمهور يعني قالوا حق طه بصري بالبقاء وعدم العوده للكويت، فقال لهم طه ان شاء الله واليكم طبعا ما كتبه المحرر في هذه الصفحه. طبعا تدرب طه بصري مع الزمالك بعد عودته من الكويت، ظهر طه بحاله فنيه وبدنيه ممتازه، يعني اول شيء حتفضل معانا قال المحرر، قال ان شاء الله، قال ويعني قال له طبعا هل ستظل في القاهره؟ قال له تعلم اني زملكاوي، هذا طه لحما ودما، وحقيقه اقول اني اتمنى ان امكث في القاهره يلعب. لا ماذا يمنعك؟ قال ما في شيء يمنعني. قال لا افهم انك ما راح ترد الكويت. طبعا قال هذا شيء سابق لاوانه. قال طبعا راح تتعرض لهجوم، ابي تكون صريح مع نفسك وصريح مع يعني الجمهور. قال انا دائما صريح مع الناس، والهجوم اللي تعرضت له هجوم ظالم، انا ما يعني لم اتحمل الغربه الا من اجل تحسين مستواي الاجتماعي. هذا طه بصري. نعم. رحمة الله عليه. طه بصري. طلب الاستفادة من الهبة اللي أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى. فلماذا تعرض إلى كل هذا الهجوم من ترك الزمالك؟ قصده الهجوم من الزمالك، جماهير نادي الزمالك. نعم. إنه راح العربي. إيه. نعم. فقالوا له تالي يعني لقد عاد طه ومعلومات أنه سيتزوج ويعود الكويت. قال له أننا بدأنا بالفعل نحاول إقناع طه بالبقاء، طبعا هذا حديث مع احد الجماهير، وكذلك راح نقنع حسن شحاته الذي وصل اليوم من الكويت. يعني نجوم مصريه يعني هذه الحقيقه يعني زملائهم هني بالكويت، وكانت حقبه جميله رحمه الله عليه الكابتن طه بصري نجم نادي عربي ومنتخب مصر ونادي الزمالك، وايضا الكابتن حسن شحاته نجم نادي كاظمه والمنتخب المصري ونجم نادي الزمالك المصري وايضا المنتخب العسكري الكويتي. نعم. ايضا مثل وصلنا للتجوري ابو غازي مدام خلاص انت مع حسن شحاته نجم نادي كاظمه، هذه صوره لاحد نجوم نادي كاظمه والمنتخب الكويت، المنتخب الكويت يعني في عصر الذهبي جمال يعقوب. جمال يعقوب صوره جميله للكابتن جمال يعقوب قلب دفاع نادي كاظمه والمنتخب الوطني. الكابتن جمال يعقوب القبندي قدم نادي كاظمه فترات ايام ما كان نادي كاظمه في عزه، وايضا مع المنتخب الوطني الكويتي شارك مع حقبه جميله مع مجموعه من اللاعبين، وكان خير سند للكابتن محمود جمعه بغياب عبد الله معيوف الاصابه، كان هو اللاعب رقم 2 مع منتخب الكويت الوطني. الصوره الجميله لجمال يعقوب القبندي نصل فيها لنهايه حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد العبد الجليل، الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.